السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم التفصيل ديال هاد العباءه. هادي العباءه والشال ديالها. عندي هنايا كما كتشوفوا معي الكميه ديال الثوب. عندي 3 متر في الطول، والعرض فيه متر ونص. اول حاجه كنديرها هنايا كنعبر متر وثمانين وكنطويه على 4. انا من بعد ما قديت الثوب ديالي غادي نبدا نحط القياسات. كنحدد 8 سنتيم ديال الرقبه، والكتف عندي 42، كنقسموها على جوج هي 21، زائد سنتيم ديال الخياطه كنحط 22 في الكتف، وكنهبط ب3 سنتيم في الرقبة والكتف. في التركيز غادي نهبط ب23، والصدر عندي فيه 30. وهنا غادي ناخذ العبار ديال قصه الصدر. هاد العباءه هادي غادي تجي فيها واحد القصه، درت فيها 26. كنزول الظهر والامام، غادي نزيد نزل ب8 سنتيم. حيت غادي يجي فيه واحد الفتحه في العنق. وهنايا غادي نجيب الدار ديالي وغادي نحطو على بياسة. المهم كندخل ديك سنتيم ديال الخياطة، وكنحط الطول ديال بياسة. الطول عندي فيه 1.41 متر. وكنخلي هداك العرض كنخليه كامل باش كندير بيها الكشكشة.
هنايا كنعبرتو باللي بقى ليا، قلنا في الاول 3 متر 180 هي اللي فصلت بها العباءه، وبقات لي الثوب اللي بقى لي هنايا غادي نعبر منه 50 سنتيم، غادي نفصل منها الكمام وغتبقى لي 70 سنتيم هي ديال الشال. هنا طويت 50 سنتيم، طويتها على 4، كتعطيني في العرض ديال الكمام 25، والطول عندي في الكم 62، وغادي نزيد 4 سنتيم على حساب اللاستيك اللي غادي ندير في الكم. كننزل هنا ب 14 سنتيم، وكنقسم هاد المسافة على 2 ومن بعد على 4. المهم نفس الطريقة اللي كندير في الكمام. وهنا كنت نسيت ما قلتش لكم باللي الكمام حتى هما فيهم واحد القصة، اذا هذاك الجزء الفوقاني درت فيه 28، والجزء الثاني كملت الباقي ديالكم اللي غادي يكفاني.